اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن خطيب بيكرم مصطفى عسل بعد فوزه ببطوله العظماء الثمانيه للاسكواش. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي على التكريم او التكريم امام حضراتكم على الهواء مع حضراتكم مصطفى لاعب سكواش النادي الاهلي بعدما توج مؤخرا ببطوله العظماء الثمانيه للمره الثانيه على التوالي بعد الفوز على نظيره النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالميا. عفوا كابتن خطيب قام باهداء مصطفى درع وعلم النادي الاهلي معربا عن تقديره لهذا الإنجاز الكبير الذي حققه والذي يحمله مسؤولية كبيرة في المرحلة المقبلة لاستمرار في حصد البطولات وتحقيق المزيد من الإنجازات. أيضا من جانبه أكد أو عبر اللاعب عن سعادته الكبيرة بتكريم الكابتن محمود الخطيب وقال أنه يشعر بالفخر الشديد لتقدير النادي، مشيرا إلى أن كل ما حققه من بطولات حتى الآن يأتي في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه من الجميع داخل النادي الأهلي، مرجعا الفضل في ذلك إلى منظومة العمل بالنادي التي توفر الأجواء المناسبة للنجاح. طبعا الكابتن محمود الخطيب متواجد أمام حضراتكم الأستاذ السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي وأيضا الأستاذ خالد مرتجي أمين الصندوق، الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة، الأستاذة مي عاطف عضو مجلس الإدارة، الجميع كان متواجد الحقيقة لتحية مصطفى يستحق كل التحية والتقدير.